اهلا وسهلا، مرحبا بكم في حصه جديده من برنامج ضيفنا على كيفنا. بدينا كالعاده مع فرقه المايسترو وليد الجليدي، ونبداو بفاصل اشهاري وبعد نرجعوا لاستقبال اول ضيف في حصتنا لليله. ضيفتنا الخبيرة في الأعشاب الطبيعية والروحانية الغنية على التعريف شريفة المغربية، أهلا وسهلا. مرحبا بك، عايشك. مرحبا، شنحوالك، لاباس عليك؟ نورتنا، عايشك، ربي يخليك. كنت في المغرب، كنت في المغرب وجيت وجبت لنا الأعشاب الجديدة من المغرب. جبت برشا حاجات جديدة إن شاء الله، برشا حاجات جديدة. كان الناس اللي في بالهم بيك في المغرب خنقولوا لهم راك رجعت لتونس، ورجعت لهم برشا جديد خليت نحكيو عليه. وأنا اللي جلب انتباهي الفترة الأخرى برشا ولاو يسألوا على شريفة المغربية، حتى في القنوات التونسية برشا يعيطوا لك. بالطبيعة أنت تختار وين تكون موجودة. بالطبيعة نختار مع شكون نكون أنا. نايلة. أنا ديما نحب معك أنت. شفناك زايدة مع زملائنا في الحوار ديما. الجمعة اللي فاتت معها دي زعيم، السبت اللي فات. أي وليت مطلوبة برشا. دونك هذا ظهر خبرة السنوات بالطبيعة اللي عندك. نحكيو على 28 سنة معناها في تونس، يعني الأجيال اللي جاوا داوا عند شريفة المغربية ويعرفوا المنتوج نتاعك وعندهم فكرة عليه. وديما واحد كيف ينجح ولا تكون تجربة ناجحة يقول لغيره، وهذاك علاش ولا عندك قاعدة كبيرة من الناس اللي يجيوك. وبعد القاعدة الجماهيرية هذيك من عند ربي، الحمد لله. كيما وعدتكم قلت لك باش نمشي للمغرب ونجيب جديد. جبت الزيت الأرغان. زيت الأرغان نعصروه قدام عينينا. ديجا صورت لكم الفيديو في أكادير في سوق الحد. زيت الأرغان هذا نجيبوا فيه من أكادير. ما شاء الله نقعد نشريو اللوزة ونقعدوا قدامهم حتى يرحوا لنا اللوزة، ونجيب لكم الزيت الحر، زيت المرحي قدام عينيا باش ناخذ زيت حر وزيت باهي ما فيش لا غش ولا حتى شيء. على خاطر الزيت الأرغان برشا عباد يبيعوه مغشوش. أنا نقعد قدامه وناخذ لوز ونعصر بيديا باش نشوف كل شيء على عيني. كل شيء على عيني. كل شيء على عيني. هذايا باش شريفة مغربية باش تبعث شكون وعندك برشا يخدموا معاك. لا لا لا، لكن ديما تحب كل شيء على عينيك. باش نجيب حاجة وتصور باش يكون فما مصداقية زايدة. باش نجيبوا حاجة صحيحة وحاجة مزيانة وحاجة تنفع العباد اللي باش يجينا. هذاك علاش حققنا نجاحات، على خاطر ديما نجيب حاجات طبيعية وحاجات بيو وحاجات معقولة. يعني ما نجمش نجيب حاجة مغشوشة على سمعتي ولا خبرتي، ولكن نحب حاجه صحيحه ومزيانه وفيها نجاحات اللي حاجتنا بهم ان شاء الله. هذا يغزر الشعر ويطوله ويوقف التساقط وباهي حتى الوجه حتى الجميل. المراه اللي تقدمت شويه في العمر، اللي عندها التجاعيد، اللي عندها الكلف، اللي عندها ينظف حتى الوجه. المهم ما نعملوهش في النهار، نعملوه في الليل الوجه باش ما يتحرقش بالثلج. فما فيديو قاعدين نشوف فيه وانت تو تحكينا اون باراليل. هذايا انت في المغرب. هوني قاعده هاك تشوف فيه. انا في المغرب نعصر في الاعشاب هاكا قدامكم، نعصر في الاعشاب الطبيعيه. لنا تعصر في الاعشاب. وقاعدة تفسر هوني حتى ذي نلقاوها على الصفحة الرسمية نتاعك اللي اسمها الروحانية. مس هذايا زاد كيف كيف. هذا دوال برص، اللي عنده البرص عافانا وعافاكم الله. كيف كيف بالأعشاب الطبيعية اللي عنده البرص. عندنا هدايا ينحي البرص من البداية نتاعو. اللي عنده مثلا بدالو البرص، واللي عنده البرص عنده التشوهات وكل يجي حدانا مرحبا به ونتبعوا معاه حتى يتنحى له البرص بإذن الله. هذايا فما شكون سألني عليه بالحق. قال لي كل المدام شريفة عندك والا؟ اي عندنا، جبته من المغرب ما شاء الله تبارك الله فيه نجاحات هايله. واللي خداو من عندنا الكل رجعوا فرحانين وتبارك الله حققنا فيه نجاحات هايله. هذايا موجود عندك اكيد في موقعك في البيرو نتاعك في اريانا. عندنا كيف كيف هذايا زيت الخزامه. فيه الخزامه، فيه اللوز، فيه حاجات، فيه بزاف الحاجات، فيه حبه البركه، فيه بزاف الحاجات اللي هو يقوي الشعر ويغزره ويطوله. اللي تحب تطول شعرها تجي حدانا قدرت ربي في ظرف شهر يطول لها الشعر. حتى اللي يعاني من تساقط الشعر اللي يعاني من كيف كيف زاد فيه فوائد كبيره. ما نعرفش راك تشمي في ريحه الخزامه، ريحه انا نشم في برشا حاجات في البخورات وفي الخزامه. كيف كيف عندنا الدواء هذا دواء الانجاب. المرأة اللي عندها السيكل مش منظم، اللي البويضات تضعف، هذا دواء فيه 1000 عشبة لموه العزايز الكبار ونغسلوه وننظفوه ونرحيه. تبارك الله حققنا فيه نجاحات هايله اللي عندها اللي تقدمت شويه في العمر، اللي عندها السيكل مش منظم، اللي عندها التكيس. الدواء هذا هايل تبارك الله، دواء طبيعي وما يضرش وفيه فوائد كبيره. اللي حاجته به يتصل بينا مرحبا، وان شاء الله ما يروا منا كلام. هايل رجال ونساء، يخدم رجال ونساء، رجال ونساء يعانيوا معناتها ولا عندهم مشكل ولا تاخر تعاني من الضعف. اللي عندها التكيس، اللي عندها البويضات ما يخدموش، اللي عندها السيكل مش منظم. وفي الموضوع ده انا دخلت الباج نتاعك، شفت فما فيديوهات حالات عندك اللي هما قدموا شهاده نتاعهم واللي فمش عاد شكون يبدا يزغرت في البيرو. ايوه تم اللي شد صغيره، تم اللي شد صغيرات من قدامهم بعد ما استعملوا الاعشاب. ايوه في عندنا الدواء هذا كيف كيف، هذا فسوخ مغربي، فسوخ الوسقي هذا ينحي من الطاقه السلبيه ومن الطاقه الايجابيه للناس اللي عنده الرزن، اللي عنده الفشل، اللي عنده الخنقه، اللي عنده الحزن، اللي عنده القلق، اللي يقول لك انا نحب نمشي نعمل نخدم ولا نمشي نقرا ولا نمشي نعمل، يلقى روحه فاشل رزين مخنوق متقلق. يجي حتى انا نعطيه هدايا. عندنا الشجره موجوده كان في المغرب، اللي هو الدواء هذا موجود كان في المغرب، هذا المبخورات موجودين كان في المغرب، ينحيوا لنا الطاقه السلبيه ويعملوا لنا الطاقه الايجابيه. ما شاء الله اللي عندها اي عكس ولا حاجه ما شاء الله ينحي العكس. تستعمل المبخورات هذه وانت كيف يجيوك تقول لهم على طريقه الاستعمال؟ بالطبيعه نقول لهم على طريقه الاستعمال كلها. عندنا تاع الطاقه الايجابيه ونحيوا الطاقه السلبيه. واللي حاجته بنا جينا الأريانة وراما جرو في نهج محمد الناشي، ونخدموا كل يوم بإذن الله ما عدا نهار الجمعة. كل يوم موجودة وراك انت تقابل العباد، نزيدو نفكروا النقطة هذه مهمة. بالطبيعة ما تقابليهمش كيفاش باش تداويهم؟ راكم ما تشوفوهاش، راهو غالطين في الادريسة، وراه فما شكون منتحل. نقابل في العباد من 7 ل 5 إن شاء الله، موجودة كل يوم وما يراو مني كل الخير باذن الله. كل يوم فما شكون من الزملاء سالني توقع لي على الصدفيه، فما الصدفيه عندنا كيف كيف الدواء تاع الصدفيه عندكم زاد كيف 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 كيف, كيف اكيد احنا عطينا لمحه على بعض البرودويات اما موجودين اكيد. اي عندنا برشا، احنا ما نجموش نجيبوهم الكل اما عندنا بزاف الحاجات وفيهم فوائد كبيره ان شاء الله. دونك هذوما الكل موجودين عندك شريفه المغربيه. ارقامك موجودين اسفل الشاشه، يجاوبوهم حتى في وقت متاخر. اي نخدموا من 7 ل 5 وعندنا تليفونات يخدموا حتى ل 11:30 تاع الليل. البنات يخدموا في الليل، البنات يخدموا حتى في الليل، يعني 11 تاع الليل تنجموا تكلموهم وتاخذوا رونديفو ولا استفسار والا تنجموا كيف كيف. حتى اشقائنا يسالوا لي من ليبيا برشا، جاونا رسائل قالوا لنا كيفاش لازم نجيو. قلنا لهم لا يتنجم تتفاعل معاكم، راهو حتى عن بعد يجيونا حتى من ليبيا. مرحبا بهم ونشكرهم برشا، جماعة ليبيا، جماعة الجزائر يجيونا، يجيونا من فرنسا، يجيونا يجيونا من البلايص الكل، من البلايص الكل. مرحبا بهم الناس الكل وان شاء الله ما يراو مني كل الخير بحال ان شاء الله. شكرا ليك، يعطيك الصحة، نتقابلوا ان شاء الله الجمعة الجاية ان شاء الله. كانت هذه الحكيمة روحانية شريفة المغربية. نبداو باستقبال اول ضيف في حصتنا لليله اللي هو لاعب كره قدم سابق ومتالق حاليا كمحلل فني في مختلف البلاتوات الرياضيه، منهم بلاتو صحبي بكار في قناه تونسنا. ضيفنا اللاعب السابق مروان تاج، اهلا وسهلا. اهلا بك ميساء، مرحبا بالمشاهدين. اهلا وسهلا. حسيتك ماكش واخو راحتك كيما نشوف فيك مع صاحبي. لا بالعكس، انا متدلل في قناه تونس، نعطيهم الصحه ومرتاح، بالعكس مرتاح. تخي بيان، هكا حسيت، هكا حسيت هكا. من بعد كي نكملوا الحصه معاك نقول لك مرتاح ولا لا. مرحبا بيك. باش نبداو بالفقره الاولى باش نحكيو فيها على مسيرتك كلاعب في الملعب التونسي قبل، في النجم الرياضي الساحلي وغيرها من المحطات الرياضيه، نرجع عليها في فقره بورتري. مروان انت لعبت في 2 جمعيات كبار، نحكيو على الملعب التونسي والنجم الرياضي الساحلي. بين الولاده والوساده نقولوا احنا، شكون تميل اكثر؟ الزوز عندهم فضل كبير عليا. لا هذا كلام دبلوماسي. لا كيفاه علاه؟ الاكثر ما تنجمش ميسا تكون يكون كلام دبلوماسي وطونكو انا ملاعب بيه، معناتها اليوم لبست 2 مراون تاع جمعيات كبار نحترمهم. نجم تلبس حتى 4 مراون، لكن قلبك مع جمعيه معينه تحب الجمعيه الفلانيه؟ لا هذيك بيان سور ديما اخي فما واحد ما نجمش واحد زاد جمعيه اللي كبرته ووصلته باش ينكر فيها. يتبقى عندي احترام كبير للجمعيه النجم الرياضي الساحلي. وكيف كيف حتى نادي البنزرتي، لعبت في نادي البنزرتي كل احترام لنادي البنزرتي. مستقبل ملعب الجابسي كيف كيف معناتها هذوما انا كملاعب مانيش راني اليوم كمشجع نحكي معاك. هذه خدمتي نخدم فيها صح. اي هذه خدمتك. نحكيو على شنو هي الجمعيه اللي تحبها من بين الجمعيات هذوما زوز اللي انت لعبت فيهم؟ اكيد هكا ركزت لك، انا اختصرت لك ما ذكرتلكش الجمعيات الكل، قلت لك ما بين الولاده والوساده، الملعب التونسي والنجم الرياضي الساحلي. هي شو يقول لك ديما الولاده تغلب الوساده هكا ولا فما كلمه يقول لك الولاده تغلب الوساده ينطبق. ولا ما انا في تربيتي وفي كما نقولوا هي ما نجمش ندخلها في تربه مي هذيك اللي نعيش فيه انا مع تحقيقي. اليوم صحيح لبست مليون النجم الرياضي الساحلي، من حقي اليوم كما نقولوا باش ندافع على الالوان. وهذه هي راني العباد اللي ما حبش تفهم ميسا راني مانيش محب انا اليوم ومانيش معناتها كما نقولوا عندي فريق نميلو باش اليوم العباد اللي تخرج فيك اللي هي الشعبويه ما تسميش شعبويه اليوم. معناها اليوم خايف من العباد باش ما تقوليش فريقي المفضل الفريق الفلاني؟ لا لا عمري نخاف من العباد، كان جيت نخاف من العباد ما نكونش حقاني في كلامي. انا عمري نخاف على العباد من العباد وكلمتي نقولها وتربيتي كما قلت لك ما تسمحليش. انا اليوم كما قلت لك لعبت في الملعب التونسي هذيك حتى حد ما نجم ينحي خشمه من وجهه، والنجم الرياضي الساحلي كيف كيف لقيت قدري وهزيت معاه تيتروات، العباد حبتني من حقي زاد اليوم باش ندافع على النجم الرياضي الساحلي. باهي قدا عمرك اول مره كي بديت تترين هكا وتدخل عالم؟ دخلت كيما اي ملاعب، انا ابن الجهه انا من الباردو، فريقي كما قلت انت معناتها الفريق الام هي الملعب التونسي، بديت 8 سنين كيما الجوالات الكل ديما نبداو معناتها ملي جون معناتها فهمت، وصلت حتى الكادي وبعد خرجت لبرا عديت عام في فرنسا اللي كونه تظلمت شويه في الليجون والناس الكل تعرف اللي كونه في الليجون ديما تلقى صعوبات كبيره معناتها ديما في كارير الملاعب حتى الصعيبه الاولانيه شكون باش يطلق للسينيور كما نقولوا الاكابر فهمت، هذيك اصعب مرحله. انا في المرحله هذيك لقيت شويه صعوبات اللي خليني غيرت وجهتي معناتها مشيت عديت عام و6 أشهر في فرنسا معناتها فادوني بالكدا الحقيقه. صغير مشيت في لاج دو سيزون ورجعت بقوه، رجعت بقوه فوالا رجعت بقوه. كانت عندي اقتراحات من شقيق رئيس الملعب التونسي اللي هو سيمون درويش نذكره بالخير، اللي هو اللي كان فضل زاد باش رجعت للملعب التونسي، وميم طون زاد لقيت حظي في الملعب التونسي مع مدربين اجانب. دونك ماكش نادم على التجربه هذيك اللي فتحت لك الابواب. اونتر طون داركم كانوا يشجعوك معناها العائله باش تكون موجود في العالم هذايا، والا ديما يقول لك قرايتك ابجل بجل قرايتك على الكوره؟ الحقيقه انا ما نجمش نشجع الصغار باش يبعدوا على قرايتهم، مي في الوقت السابق اللي كانوا اللي صار معاك اللي صار معانا كانت ديما معناتها دارنا معناتها ديما يعطوني شوا ليا انا الحقيقه، ما كانوش عاكسيني في الحكايه هذيك لا بالحق معناتها كي نقول لك راني مشيت صغير خرجت لاج دو سيزون معناتها خليت قرايتي. اليوم ضحيت معناتها باش نمشي نمارس كرة القدم اللي هي هوايتي والحمد لله معناتها اليوم بفضل معناتها الكرة اللي انا متواجد بحذاك. والكرة عطاتك كيما انت عطيتها؟ بيان سور اخي الكرة راه ما تعطيهاش حقها ما تعطيكش، انا كما قلت لك واحد شنو عطاتك شهرة فلوس؟ لا كفلوس لا فلوس لا؟ لا فلوس لا في تونس لا كفلوس كما نقولوا في بالي ما شاء الله كون دخلت برشا فلوس من الكوره. لا لا في تونس ما تنجمش تعمل فلوس في تونس حدك باش تعمل فلوس كما نقولوا لعيشتك الخاصه ماكش باش تعمل لك حاجات اخرى بلوس. راني نشوف في جوارات توانسه ولعبوا في جمعيات معناتها في تونس وعندهم عقارات فيلات مشاريع سيارات فاخره، شنو كيفاش تقول لي في تونس لا؟ لا في تونس انت شوفهم كان انت كانت تسميهم لي هذوما مادام تعرف انت اللي عندهم السيارات الفارخه الفاخره شوفهم تلقاهم لاعبين لبرا، ما تلقاش واحد عام فلوس في تونس. في تونس لا في تونس امبوسيبل تنجم تعمل فلوس خاطر ما عندكش انت اليوم سياره فاخره مش حكايه لا كسبت سيارات فاخره وعملت مش من الكوره من الكوره مي كوميم اما نحكي لك كبلوس مثلا كما نقولوا دي بروجي باش تعمل معناتها فهمت ابار حاجه هذيك قلت لك في تونس راك نجم تعمل فلوس كما نقولوا نتاع حدك كرهبه مصروفك مثلا دار كان معناتها كان في جمعيه محترمه تبدا باش تعمل دار. اما بخلاف هذا وانت لعبت في جمعيه محترمه. لعبت في جمعيه والحمد لله انا عملت صغيرات وعرست وكسبنا الكراب والحمد ديما مادام توا هنا صحه البدن لاباس الحمد لله. اه اما نحكي لك راهو كي تحكي لي تبعت في حكايه اللي خايف من الفيسك خايف من لا 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 هاني قلت لك راهو اسمع احنا في تونس ظاهرين شكون اللي عندهم الفلوس تلقاهم كان اللي يلعبوا البر. انا عندي اصحابي برشا جوارات خاطر في تونس يا ميسة راهو ما يعطيوكش حقك. خاطر في تونس ما يعطيوكش حقك. اليوم في تونس راهو تنجم تعمل كونترا بمليار. ها نقول لك تنجم تعمل كونترا بمليار كي تاخذ منه 50 مليون تسمى به. بالقضاء تاخذ؟ ما تاخذش بالقضاء، فما جوارات شاكي عندها 5 سنين وما خدتش فلوسها. احنا على الورق لاباس علينا راه. على الورق. في الواقع؟ ما فما شيء. ما فماش سيرتو في تونس نحكي. في تونس. خلينا نرجع بيك لعمر 11 و 12 سنة وأنت قاعد تلعب في استاد، وقتها كنت تتوقع باش تعمل كارير كلاعب كرة قدم؟ كنت وقتها تقول راني ماشي في الثنية الصحيحة ولا صغير ما تعرفش؟ واحد ما ينجمش يعلم الغايب. مي كوميم فما اوبجيكتيف حبيت نوصل له وهذاك هو خاطر انا الحمد لله اللي معروف به معناتها كيما نقولوا عندي الشجاعه عندي الروح عندي لونفي نحب نوصل لك الحاجه نوصل لها وهذاك علاش خاطر راهو كي صغير تخرج بالقاهره وانت صغير قلت لك انا تغربت راهو عمري 16 سنه معناتها كيما تحكي انت والديك خرجت بالقاهره مناش تقهرت شنو صار معك؟ في القاهره خاطر نحن في عاداتنا في كره القدم واللي ان شاء الله هذه نحبوا نحيوها الحكايه هذه اللي كونه في تونس عندنا ولد فلان يلعب لي بو لاباس عليه يلعب والزوالي يمشي فيها معناتها عندنا برشا جوارات ملعبيه من الحوم الشعبيه وما وصلوش. انت كنت زوالي؟ مش بالفاسون معناتها زوالي مش هو زوالي معناتها بابا ما يعاونش الجمعيات ما عندكش لا حتى كان جاء عندي فلوس ما عندناش العقليه باش نعاونه يا توصل بذراعك يا لا. نحن الكره من اللي دخلت فيها الاولياء اللي لاباس عليهم يفضلوا انا اليوم انت كتجيني انت مدرب ولا باحتراماتنا لبعض المدربين اما ريت برشا حاجات على عيني اليوم انت كي توفر لي انا وعندك ولدك حتى يبدا ماهوش ولدك كوارجي كي تحب تردوا كوارجي في تونس تردوا كوارجي عندك اليوم فما مدربين في تونس ياخذوا فلوس باش يردوا الصغيرات كوارجيه ولا المستقبل لا مش المدربين الكل مي بعض المدربين فما موجودين اسماء معروفه موجودين حتى في الاكابر نجم تسميهم انا راهو معروف بالشجاعه نتاعي هاني قلت لك انا فما مدربين بسميهم في البطوله الوطنيه الاولى ها ما تنجمش ياكلوا في خبزه تو مش نجي نقطع لهم خبزتهم لا هذه رشوه شنو خبزه ماهيش رشوه حتى هما حتى كي باش تقراها خاطر فما مدربين ما يحسبوهاش رشوه يقول لك يعاون فيا برا اخلق له حاجه اخرى انت ما تصنفهاش رشوه انا كي نرى انا حاجات هذيك نحكي لك اليوم مهما كان باش نسميه باش نقطع له خبزته خليك الخبز يا اخي نحن انا كان جيت نحب نسمي برشا حاجات تو بعض الوجوه اللي سواء بعض الاعلاميين واللي ترى فيهم الكرونيكورات والكل كان نوصل نحكي انا اللي فما وما فماش تو ما عادش ترى وجوههم جمله على اللي ريته بعيني وفما مدرب هو اللي كان السبب في خروجك من استاد في وقت من الاوقات اخي مدربين مش مدرب لا اسم معين شنو مدربين تكتلوا الكل؟ بيان سور هاني قلت لك احنا العقليه في تونس يا ميسر راهو برشا حاجات قلت لك نوصل نتكلم مي انا ما نجمش نقطع رزق العباد. انا معروف بصراحتي وانا حتى كي كنت نحكي راني كي نجي للبلاتوات لا نهار دخلت ستيل ولا ورق. علاش هما العباد توا اليوم كونترك خاطر كلمه الحق توجعهم وكي نحكي هكا يقول لك وانا كان نوصل نحكي قلت لك فما برشا عباد قلت لك حتى في الاعلام في الوقت هذاك خممت قلت نبطل الكوره لا ما نبطلش عملت ديفير روحي ما نجمش نبطل واللي وريته ماني وصلت والحمد لله وجبتها بذراعي والمدربين اللي تدربت عندهم كلهم اترونجي ابار زوز كعبات معناتها مدربين توانسه اللي عطاو فيا ثقه ومدربين كبار دربت عند مدربين كبار وكانت بلاصتي موجوده وحتى حد شكون اكثر مدرب عطى فيك الثقه ترينيت في توانسه؟ في تونس مدرب كبير ومعروف بالارقام فوزي البنزرتي كان يحترمك كامل يحترمني وكان يلعبني وكنت نكور عنده ما عندوش معناه حسابات لا هذوك المدربين الكبار اللي ما يحسبش مع الجوارات بعد كما انت قلت رجعت ورجعت للاستاد وبعد الفتره هذيك وغيره بعد خلينا نحكيو على انتقالك للنجم الساحلي 2014 تعتبرها اهم خطوه في مسيرتك الرياضيه؟ هي أهم خطوة اللي في مسيرتي الرياضية اللي وصلت أول مرحلة قلت لك صعيبة للجوار اللي وصلت كورت سينيور في الملعب التونسي الأكابر معناتها فريق الاكابر. هذيك اول خطوه. ثاني خطوه انا راني لا انا نحكي على اهم حاجه عملتها في مسيرتك الرياضيه، ربما اهم تجربه من غادي ربما الباب الكبير. شوف انا لعبت خاطر مش ما يقولوش جمعيه، خاطر لانيه كانت تتكلم كلمه يقول لك شو كيفاه، ديما يقول هذيك جمعيه كبيره. انا لعبت في جمعيه كبيره اسمها الملعب التونسي، وفرحان اللي مشيت للنجم الرياضي الساحلي خاطر الفريق هذا معروف بالالقاب. انا حبيت نقدم في كاريري اللي باركونت راني سامحت في فوق ال 150 مليون الملعب التونسي اللي عباد ما تعرفهاش. انا وصلت سامحت فلوس للملعب التونسي باش مشيت للنجم الرياضي الساحلي. علاش؟ كنت وصلت قائد فريق في الملعب التونسي، عطيت كل ما عندي، لعبت بلاش، ومن حقي كاي ملاعبي كما الجوارات الكل في الملعب التونسي. كما على غرار برشا جوارات، مش كان انا الملعب التونسي ولاده نتاع جوارات. انا زاد من حقي باش نشوف نتقدم نمشي معناتها كما نقولوا بالي اخر. مشيت للنجم الرياضي الساحلي، عملت شوا باهي وفزت بالقاب مع النجم الرياضي الساحلي، لعبت كيما لعبت في الملعب التونسي كيما لعبت في النجم الرياضي الساحلي. انا انسان غانيور رميسه في التيران، اللي راني بعقليه معناتها رباح، واللي هي تو نقصد برشا من لعبيه اليوم في التيران. معناتها مشيت على اساس باش نقدم بالي اخر باش نمشي ليكيب ناسيونال. نحب نشوف جمعيه تونس وخليت 150 مليون ولا فوق 150 مليون. تضحي بالفلوس خاطر الكارير. ضحيت في برشا جمعيات، علاش قلت لك انا في تونس لازم تضحي. لازم طالب مستحقاتك. لا ما نطالبش، جمعيه الملعب التونسي محض ارادتك معناها خليت. اللي برشا عباد شتمتني، سامحني في الكلمه، شتمتني برشا عباد كيفاش مشيت النجم الرياضي الساحلي، اللي برشا عباد ما عرفتهاش في الملعب التونسي. انا ذيك فريق الام نحترمه، وكنت النجم نشكي ناخذ فلوسي. ما حبيتش نشكي كيفاه كيما قلتوا نحكيو على الوساده والولاده. هذه تربيتي ما تسمحليش. خليت الفلوس للولاده، خليت الفلوس للولاده، ونهار اللي كملت انا الكوره ما لقيتش الولاده. شنو حبيت تلقاه؟ خاطر كي كملت اللي برشا عباد اليوم تلمتني، واللي ديما اي حاجه ديما نذكر استاد بالخير. كي كملت من النجم الرياضي الساحلي قعدت بطال انا في تونس. لقيت جمعيتي الام. كنت تنتظر بوست؟ لا سي با مش كيستيون بوست. انا كملت كوره صغير، كانت تنجم تعاود تبني لي كاريري كيما عملت برشا جوارات جمعيات الجوارات. انا كي ما لقيتش جمعيه اليوم ما لقيتش ملعب التونسي يعني. واضح. فما اسماء في ليتوال يعني في الهيئه المديره ولا جوارات لاعبين كانوا رافضين وقتها دخولك لليتوال؟ اي صحيح كانوا رافضين. اللي ما يعرفش الجوارات الكل. الكل يبالي اسم ولا اثنين؟ لا الكل وقتها كانوا للدرجه هذه ما يحبوكش؟ انا في تونس ميسه اللي ما يعرفنيش اللي في تونس يكرهني، واللي يقربني واللي يحبني على الاخر. اليوم انا من احسن اللاعبين المحبوبه في الملعبيه في النجم الرياضي الساحلي، اللي كنت مكروه خاطر علاش؟ الاسلوب نتاعي في الملعب. هذوما جوارات علاش؟ عرفش نقول لك علاش. انا قبل ما نمشي للنجم الرياضي الساحلي لعبنا ضد مع الملعب تونس، لعبنا ضد النجم الرياضي الساحلي في ملعب شاد لي زويت. عديت مباراة كبيرة وكنت معناتها نعمل مشاكل في التيران يعني. وهذيك طبيعتي مانيش نعمل فيه حاجات أخرى. أنا كنت دونك يخافوا من طبيعتك. طبيعتي كيفاش نضرب معاه. فوالا هذاك علاش زملائك كانوا ضد وجودك معناها في التيران. فوالا خاطر كانت برشا كما نقولوا جرحى كما بلغة أخرى في التيران. كنت مع الجوارات اللي هكاك غانيور فهمت. ما حملت طبيعتي ما حملوهاش في التيران، وسمعوا بيا الجمعة اللي من بعدها باش نجي لسوسة. ما رفضوا في الحجرات الملابس، قالوا ما يجيناش. ورغم هذاك مشيت. ومشيت ودخلوني المسؤولين اللي جابتني والرئيس. كيفاش دخلت في الجروب؟ في جامعه حبوني الناس الكل. علاش قلت لك؟ نجمت معناتها تدخل في الجروب وتتاقلم رغم اللي انت تعرف اليوم ضد وجودك. بغداد بونجاح مثلا صارت معاه حادثه حسب ما عندي معلومات انه تهدد عليك، حب يعنفك. صار هذا ولا؟ صار اي من الاول. ومن بعد ولا بردت. وعلاش انت شنو عملت؟ خاطر كما قلت لك قبل بجمعه كما نقولوا ضربته في كتفه وتكسر. فوالا حب باش يرجع يعني. معناتها كما نقولوا كي ضربته في كتفه ما طلبتش منه السماح، كما قلت لك نتخمر في التيران. واللي هو كان رافض. وبغداد بنجاح بالمناسبه هذه قدم له تحيه. كان كما نقولوا يبيت معايا في الشومبر في الساجات، ولا هو معناتها صاحبي في ليتوال. معناها بغداد بونجاح ملي كان حب يعنفك ولا صديقك؟ صديق على الاخر. ولا صديق. انت تعرف علاش قلت لك انا طبيعتي. موسم 2015 هو احسن عام ليك في ليتوال تعتبره؟ 2014 2015 و2016. 3 سنين. 3 سنين في الاتوال. بما انه هزيت كاس الكاف هذا اللي عليك. هزيت 3 مرات كاس تونس، بطولة تونس وكاس الكاف. دونك 3 سنين الحمد لله ورديه بالنسبه لك. يا ربي لك الحمد. وجهي خير. وجه الجمعيه خير عليك والعكس وجهك خير عليك. ما ندمتش انك كملت الكوره صغير؟ ما حاولتش بينك وبين روحك ما تقولش كملت راه صغير برشا، غلطت في برشا حاجات هذا اللي خلاني نكمل صغير، حقني خديت فرصتي اكثر؟ بون راهو صحيح انا بون كملت في العلاج دو 30 في 30 سنه كملت بالضبط 30 سنه مي تندم خاطر حبك للكوره، مي كوتي اخرى تنجم ما تندمش في ظروف اخرى خاطر انا كي كملت. شنو هي الظروف الاخرى؟ خاطر وقتها كملت ميسا وقت البريود نتاع الكورونا ما فماش فلوس، جمعيات ما عندهاش فلوس، معناتها انا جاتني في بريود في الفانت كارير نتاعي اللي البلاد ما فيهاش فلوس، واليوم انا كان نحب نعمل كيما جوارات برشا جوارات اليوم نجم نكمل لك حتى ل 40 سنه، اما نلعب بلاش. يلعبوا بلاش باش يكملوا؟ بيان سور. معناها اليوم الاسامي كبيره نشوف فيها متقدمه شويه في تونس، يا تلعب بلاش في تونس معناتها يلعبوا بلاش في تونس، يا تلعب بلاش يا كما نقولوا تاخذ 100 مليون تولي تاخذ 50 مليون. وانا ما نمشيش كيما شكون توا في الظروف هذه؟ فما جوارات نحترموا العقد نتاعهم. وسام يحيى مثلا، وسام يحيى صاحبي، وسام نحبه برشا وقاعد يعطي سورتيرام. وسام يحيى حاجه اخرى، وسام يحيى حاجه اخرى، وسام نقدروا برشا متنازل تو على شهريته مثلا. وسام يحيى مثلا كجمعيته، وانا اللي ما نعرفش وسام معناتها تربيته وكل شيء واخلاقه ينجم مثلا يتعاطف، ما ينجمش يلعب ببلاش خاطر وسام زاد عنده في ساقيه وملاعب. يعجبني برشا وسام يحيى بالمناسبه هذيا، قدم له تحيه. اما قلت لك بعض الملاعبيه، فما ملاعبيه انا وريت كونتراتوات يتسامحوا في فلوسهم. معناها اليوم نعطيو الانترفيو بعض ما عندي حتى اسم باش نسمي لك، ما يلزم لك باش نسمي لك، ما نجمش نسمي لك، يلزم تسمي لي خاطر باحترام. قلت لك انا من اليوم نجم ما يقللش من احترامه، بالعكس هما ينجم معناها عبد داخل يغزو الموضوع من جانب اخر يقول لك فداء لجمعيته، يعاون في جمعيته. لا ما فيهاش فداء، لا كون هو ما شاء الله حب يعمل عامين زايدين لجمعيته كادو. انت كان حضرتي قبل الميسيون قلت لي سمينا بعض، راني هزيت التليفونات شاورتهم وكان عطاوني لوكي راني هنا نقول لك. لا عندي التحضير هذا الكل قبل ليميسيون. انا نفاشلك. انا راني كلمتي، انا قلت لك راني ما عنديش حتى شيء، راني جايك مانيش مخمم في حتى شيء. اللي فما باش نقوله لك، هاني وصلت لك معلومه، فما ملاعبيه في تونس راهم يلعبوا بلاش، وكما قلت لك كان حبيت نكمل كاريري نوصل حتى 37 سنه 38 سنه راني كنت النجم. باهي باش نمشي معاك الفقر الصحيح والا غلط. عندك الكارتون باش تجاوبني بصحيح ولا غلط. اوكي. صحيح ولا غلط؟ عام 2010 يجيك اوفر من الاتحاد الليبي بقيمه 1,200,000 وانت رفضت العرض. صحيح ولا غلط؟ صحيح. شنو رفض من 1,200,000 في 2010 هذه. علاش؟ رفضت خاطرني صغير. وقتها كان عندك امال لا وقتها كان في بالك باش تتصور مليارات اكثر. لا مش امال، جاني اوفر اللي نحترمهم، نقدم لهم تحيه للشعب الليبي. جاني اوفر من الاتحاد الليبي لجمعيه الملعب التونسي، وكان الرئيس النادي وقتها بالمناسبه هذه زاد نقدم له تحيه سي محمد درويش، اتصل بيا وحبني نمشي خاطر فلوس برشا وقت الملعب التونسي، وانا وقتها 21 سنه مازلت انا وقتها. فما كلمات نسمع معناتها فما جمعيات في تونس حاب عليا، والحقيقه ليبيا وانا صغير ما نجمتش نمشي. معناتها حبيت ممكن خاطر هما حبوا على العقد يكون 5 سنوات وانا ما حبيتش نمشي، حبيت على وقت عامين وقلت لهم عامين، هما ما حبوش وقتها. زاد كيف كلمني، اتصل بيا زاد وقتها وكيل لاعبين موراد المالكي نتاع التراجي من ليبيا، وقتها في بالو باش يتفاهم معاه مع الكونترا، يا اخي ما حبوش 5 سنوات، قلت لهم لا. مليار و200 لا. وبعد ندمت. كنت بكي باش قبل ما نطلع في الطياره وقتها كنت باش ناخذ 500 مليون لي انا وحدي. وندمت اكيد بعد. اكيد ندمت، ندمت في حاجه بركه وقتها. على الفلوس. مش على الفلوس، وقتها ما في باليش باش تصير ثوره في ليبيا. خاطر هما حبوا على العقد ب5 سنوات، وقتها كان صححت انا وقت العام هذاك ناخذ فلوس هذوما 500 مليون وعام الجاي الناس الكل يروحوا شدوا طياره الناس الكل شدوا ثنيه على رواحهم. هذا اللي خليك انا نعمل حسره معناها خاطر وقتها في وقتها في ليبيا الملاعبيه الكل روحت، اللي عندهم عقد ب5 سنوات نحوهم لهم الناس الكل روحت. في باليش تصير ثوره وقت مالوريزمون. دونك انت خسرت المليار و200 وجات الثوره وغيره. اذا كان يخيروك بين جمعيه في تونس ما فيهاش اكيد كما كنا نحكيو على الوضع ما فماش فلوس، وانك تمشي هوني مع الاتحاد الليبي ببرشا فلوس، تقعد مع جمعيه اللي انت تحبها ولا تختار الفلوس؟ تو برلمون على الوضعيه اللي فيها هنا الماديه بعد تو معناها مروا سنين وكبرت وعملت عقل وعرفت عرفت اكثر الميدان وتنجم معناتها تنجم تاخذ قرارات اكثر من قبل من 2010. توا وعرفت الكوره وعرفت كل شيء معناتها في العمر هذايا كان يجيني لوفر ليبيا توا نطلع على سقايا ليبيا على ثقيل. اه للدرجه بيان سور يا اخي صغر صغر وقتها ما زلت كي طالع وقتها كيما قلت لك شايف روحك صحيت وما زلت عملت كرهبه جديده وقتها واحد شايف روحك كانوا المليارات تجي في تونس. تو قلت في العقل صحيح ولا غلط؟ الرئيس السابق الملعب التونسي كمال سنوسي حرمك من الانتقال للترجي الرياضي التونسي هذايا عام 2012 صحيح ولا غلط؟ اما من يظهر لي كمال السنوسي يظهر لي كمال السنوسي هذيك البريود هذيك هي موجوده. جاء عرض كلمتني الاداره تاع الملعب التونسي 2012. انا وقتها مازلت على مازلت بعقدي الملعب التونسي. اتصل بي نائب الرئيس وقال لي كان تحب تمشي للترجي انت وقتها؟ قلت له انا ما نجمش نحكم، كان نحب نمشي للترجي. الترجي جمعيه كبيره اي واحد يحب يمشي يكور فيها كيف كيف كما قلت لك. انا اي اوفر وقتها معناتها انا عطيت الاستاد كما قلت لك، اي اوفر باش يجيني من جمعيات اخرين اللي يلعبوا عطيت الويت راني انا مرحب بها. وقتها قال لي الفلوس ماهيش بالكدا الحقيقه، كانوا باش يعطيهم لاعبي وقتها من التراجي باش يعطيهم لاعبي الملعب التونسي وباش يزيدوا يعطيهم فلوس. الفلوس قالوا لي ماهيش في قيمتك خاطر التراجي لازمك او نحكي لك معناتها التراجي لازمك كي تمشي تلعب فيها يجيبوك بفالور باهي معناتها فلوس باهيه برشا فلوس ولا اقعد في بلاصتك خير. خاطر التراجي راه في معناتها في ماتش هاك شفت انت طفل معناتها اللي مشى من الملعب التونسي لارير جوش معناتها اللي مشى للملعب للتراجي الرياضي مشى بشويه فلوس وماهوش قاعد يلعب توا. خاطر اليوم في تونس اذا جيبوك برشا فلوس راك عارف روحك باش تلعب. هذاك خيرت تقعد وقتها في الملعب التونسي خير. عملت شوا هذايا اللي صار وقتها وشوا كان به. صحيح ولا غلط؟ بسبب عاركه مع زياد الجزيري تفرض عليك مغادره النجم الرياضي الساحلي. باش تقعد خضره هذه. صحيح صحيح. عاركه مع زياد الجزيري؟ لا ما نجمش نتعاركوا. عاركه صحيح وما نجمش نتعاركوا. لا مش عاركه معناتها باش ما يفهموش العباد عاركه معناتها واحد معناتها عارك بالكلام معناتها فهمت؟ اي اللي برشا عباد شوف ميسا توا هو اللي صار صار. وانا كنت من معناتها من العباد اللي حبوني في الايطوال وبرشا عباد كي خرجت قد ما كلموني راديوات وتلافز حبوا يعرفوا علاش خرجت من الايطوال اللي بار كونتر ما حكيتش. انا فانت كونترا وماركي في دومي فينال زوز بونتو معناتها نورمالمون بعد الماتش هذاك نعاود صح طول التون في الايطوال ما عاودش حبوش يعاودوا لي على خاطر صارت مشكله صغيره انا وزياد الجزيري. شنو اللي صار؟ معناتها ما عادش ولات كما نقولوا ولات مصالح شخصيه ما عادش كما نقولوا حاجه سبورتيف معناتها تابعه للجمعيه. ماتش جايبس شنو صار فيه؟ في ماتش جايبس هاك تبارك الله عندك المعلومات. مالا؟ تو انا خليت نحبك تحكي وحدك ما حبيتش يا مروان. اش صار في ماتش جايبس؟ عارف شنو نقول لك في ماتش جايبس؟ كما قلت لك انا فانت كونترا نورمالمون نعاود كونترا تويا مع النجم الرياضي الساحلي خاطر معناتها الاداء اللي قدمته في النجم الرياضي الساحلي يسمح لي باش نعاود كونترا. وانا كما قلت لك ما خرجتش حكيت مي اليوم توا اليوم وقته باش تحكي توا نجم نحكي خاطر قلبي ابيض وانا وزياد معناتها زاد نقدم له تحيه. زياد الجزيري خويا نقدم له تحيه اما اهانك في وقت من الاوقات. اي مي اسمع ساعه غش مي هو معناتها كما نقولوا ينجم كون هو يندم عليها. شنو عمل؟ في لحظه غش ميسا نحن نلعبوا على الشامبيونات ومشينا عندنا ديبلاسمون لجيبس معناتها الاجواء ممتازه في الفريق واحنا لابروف. اليوم اذا تحب تنجح في فريق لازمك تبداو النيه صافيه. هذاك اللي خلى 3 سنين في الايطوال خاطر رانا رانيش وكيل اخوات. دونك الجو باهي الجو باهي هذاك علاش كي تولي تتبدل الامور حتى ربي ما يباركش فهمت؟ اي شنو صار؟ ما فيها باس انا نكور على روحي في النجم الرياضي الساحلي معناتها عاطي روندمون. لعبنا في جيبس وانا بحكم معناتها متزوج وعندي 2 صغيرات معناتها عندي دار في سوسه صغاري هبطوا لتونس. زوجتي وما معناتها صغاري هبطوا لتونس وانا في جابس. كانت عندي معناتها ما نجمش اليوم حتى لما نروح من جابس ما نجمش نهبط في سوسه خاطر كرهبتي في تونس. لقيت شكون معناتها بسياره باش يروح بيا لتونس. معناتها ما فيها باس، شاورت خديت لوتوريزاسيون من عند اونترونور اللي هو فوزي البنزرتي. واحنا رابحين والكلاسمون تاعنا الاولانيه ما فيها باس باش نروح وانا يعرفوني معرس وبصغاري. خديت لوتوريزاسيون من عند مدرب قال لي برا على روحك معناتها امشي على روحك. ما راني انا طلعت في الكهرباء وزياد الجزيري جاني قال لي ماكش خير من العباد الكل تنجم تروح في الكار مع العباد. وانا يعرفني عندي زوجتي وصغاري يا اخي وانا كاري في سوسه معناتها. انت جاوبت بطريقه لا ما جاوبتش، قلت له راهي خذيت لوتوريزاسيون من عند المدرب. قال لي ليه ما فماش اوتوريزاسيون تروح في الكار؟ قال لي ما في الاخر روحت بالكهرباء وصارت مشكله وعملنا من رينيون من غدوه وهذه هي كانت السبب. اما راني اسمع زياد نحبه نوجه له قلت لك تحيه ما يصيرش نجم نغلطوا مي هذاك اللي قدر ربي راهو ديما يقولوا الرزق بيد ربي وكا هو ما حبش الجزيري قطع لك رزقك من التوان تنجم تكون اي ولا مش نجم قطع لي رزقي قطع لي رزقي اي واليوم مسامح كنت باش نعاود كونترا معناتها كونترا محترم به ومسامحه اليوم؟ انا قلت لك قلبي ابيض مي عندي صغيرات بحكم هذاك ممكن السبب اللي خلاني تو اليوم ما كملش الكوره ممكن الكونترا اللي ما عاودتوش في ليتوال خاطر كنت باش نعاود كونترا في ليتوال بسنوات باهيه وبفلوس محترمه. لكن ما صارش هذا. مي الله غالب مي بار كونتر راهو اجا كلمك ظروف ميسه باش ما انا راني زياد نحبه هو اللي كان الواسطه باش جابني ليتوال. مي صار بروبليم وتسامحنا فيه ومشيت على هو الواسطه باش جابك ليتوال وهو اللي خرجك من فوالا هكاك. دونك اليوم ربي يهدي وكا شنو عيب نقول معلومه عطيتها لك اللي كنت هذه راه حتى حد في بالو صحيح ولا غلط. الرئيس السابق الملعب التونسي أنوار الحداد أجبرك أنك تخلي 180 مليون من أجل انتقال للنجم الرياضي الساحلي في وقت أقرب، معناها هو حكى معاك في الموضوع. بون باش هو يفرض علي ما فرضش علي. غلط؟ لا صحيح، كلها خضرة هي اليوم، إن شاء الله ديما خضرة. جبت لنا شيء أنا قلت لك هو أجبرك. لا 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 سامح لي لا في بالي دونك غلط. في بالي قلت لي غلط لا. شوف ميسا انا وقتها جاني لوفر نتاع النجم الرياضي الساحلي انا وقتها كانت على ذمتي معناتها عندي فلوس في الملعب التونسي قعدت عامين في الملعب التونسي ما خديتش بريم دو روندمون نتاعي واللي كنت النجم نطلب حقي ناخذه. سي انور الحداد وقتها زاد كيف قال لي كان معناتها جات الاوفر باهي من ليتوال قال لي كان تحب تمشي راك انت زاد عندك فلوس قلت له ترى شنو سي انور انا خلي هذوك نسامح فيهم انا فلوسي وقتها زدت وقتها كما نقولوا على ليتوال اللي كانت باش تعطيهم لي الفلوس ليتوال رصتهم عطاوهم الاستاد معناتها انا عباره عطيتهم فلوسي انا اللي كنت النجم نسامح ونزيد نتفاهم الكونترا نتاعي نتاع ليتوال وليت خليت فلوسي وزدت نقصت في الكونترا من ليتوال. الدرجة هذه ما تسامح في الفلوس ما تسامح في الفلوس فوالا خليت. صحيح ولا غلط ما كنتش منضبط خارج الميدان وخسرت برشا فلوس في السهريات. هذه هكا وهكا تنجم تمشي؟ كيفاش هكا يا اخضر يا احمر؟ لا هكا وهكا. صحيح صحيح عاد نمشي لها في داية شنو علاه مشيت في داية؟ صحيح وغلط قول الحقيقة تنجم تزوز باش نعطيك باش نفسر اعطيني اش معناها كان نعطيك نخل نفسر لك بالزوز ما كنتش منضبط خارج الميدان كنت منضبط في الميدان وما كنتش منضبط خارج الميدان انا نحكي على خارج الميدان خارج من البيت قلت لك ما كنتش منضبط وضيعت برشا فلوس وبرشا فتيات جميلات وبرشا سهريات وتصرف على الشيخات شيخات شنو هي ساعة؟ شنو شيخات؟ يعني تحب تتفرج وتسهر وعايش ان شاء الله ولابس وسيارات وغيره كنت هكاك اش بيك توترت؟ لا ما توترتش كنت هكاك مازلت لا توا الحمد لله بطلت الكوره رفت. بون والله بطلت الكوره رفت. اما طلع شنو ما يصير حاجه لافونتاج اللي المدربين يعرفوني نخرج وعياش يا اخي شنو سامحني يا اخي حليت عينيا في تونس مانيش في بلاصه اخرى معناتها يا اخي بيان سور علاش يعديولك؟ معناتها نحب نعيش يا اخي سامحني يا اخي كجوار نقعد شد دارك هاو لازمك تكون منضبط يا اخي منضبط راني معناتها عندك صوره جمعيتك يا اخي سامحني عندك بعد هذاك باش ياثر على الروندمون تاعك في التيران معروف يعني الجوار كاريرو معناتها قصيره لا عمر الجوار نعرفوا معناتها على الميدان يكون قصير فلازم تكون منضبط. ريت هذا صحيح حاجه كلمك، مي تبقى ديما اسمع ما نحبوش نشجعوا على السهريات سيرتو الملاعبيه اللي جون توا طالعين. انا صحيح كنت عياش وكنت نخرج نسهر كيما معناتها فما ملاعبيه زاده كيف كيف، اما النهار اللي نحس روحي انا نتيح فيزيكمون في التيران نبطل الكوره. خاطر هاو المدربين الكل يسمعوا فيا، تدربت على المدربين الكل في لي تيست فيزيك الاولاني حتى الملاعبيه تعرفني. كنت في ريتني حتى فوزي بنزرتي بطل الكوره في بالي باش تقول لي مبطل السهريات والدخان. لا عيشتي لا دخان لا 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 كنت يا اخي كي تو تتكيف وتجي الاولاني فيزيكمون ما تنجمش. انا تدربت عند مدربين اللي قالوا لي معناتها كنا نعملوا دي تيست فيزيك في التيران ديما نجي الاولاني. او العباد تسمع فيا ويعرفوني الملاعبيه هذايا. علاش كانت عندي طاقه من عند ربي سبحان الله. وهذايا كما قلت لك راني هذايا خدمتي. حتى المدرب فوزي البنزرتي وقالها لي، قال لي نهار اللي نسمع انا نعرفك اللي انت تسهر، اما نهار اللي ما تعطينيش سور تيران ما عادش نلعبك. والحمد لله ديما تيست فيزيك الاولين معناتها بلغه اخرى. في السهريات كل حاجه نعطيها حق. صح في السهريات كل حاجه نعطيها حق. كنت تستمتع على الاخر على الاخر على الاخر. نتمتع كان ما جيتش نتمتع ما نعطيش روندمون. العالم باش يبعدني على الستريس نتاع الماتشوات. نعرفوا لاعب كره القدم خاصة كيف يبدا معناتها مازال في طومبكو نقولوا احنا فما برشا معجبات وغيره هذايا ربما هكا خلطك شوية مروان في وقت من الأوقات معناتها ما عادش فاهم روحك. إي معجبات أما كنت منظم ميسر. وين منظم؟ طلع علاش كنت منظم؟ هذا كله منظم؟ ليه طلع علاش كنت منظم؟ خاطر عرست بكري. عرست بكري 23 سنة عرست. وجبت صغير عمري 24 سنة. صغير برشا. صغير تسمى معناتها جوار. لكن تعتبر روحك نجحت في حياتك الزوجية؟ 70% نجحت فيها. و30% ما نجحتش. اش فيهم؟ فما برشا أسباب اللي ما نجحتش فيهم في الحياة الزوجية. اليوم كي تبدا تكور وكما تحكي أنت شنو اللي قلقنا احنا في تونس؟ كان البنات. البنات فوالا. وانت حتى كي عرست ما رستش كي باش يجيوك كيفاه؟ حتى كي عرست قعدت فما علاقات يعني. حتى تكون معناتها عندك صديقات؟ مش عندي. ما اسمع كي يكثروا وانت تتجنب باش تختف كعب. فهمت شنو باش نعمل بالله؟ تعترف معناها. مش نعترف هذه حقيقه. مش خيانه. صاروا لي مشاكل بكوتي كما نقول مش ما اسمع مش حكيت مش خيانه. اذا كان تقول لي تخطف كعب اش معناها؟ يعني انت وافقت على شكون؟ مش وافقت مش حكايه وافقت. احنا في تونس تو انت ماهوش موجودين لحكايه هذوما. ما فماش انسان موجودين. هي انا موجودين وفما رجال ما يخونوش. انا مش حكيت مش كانت خيانه. هي مش قلت خيانه مش فايده. عرفت الطفله معناتها خنت مالا. كانوا برشا معجبين اللي يخليوك هما يعملوا لك المشاكل. فهمت تصاروا المشاكل كيف؟ اي المعجبات انت تنجم زوجتك تكون مغياره. مش فايده في الخيانه تكون مغياره ما تقبلتهاش. هذه اللي نحكي عليها. فهمت خاطر عبد اخر نجم راني ما نصرحكش روان. تحب نلعبها تحب نلعبها. برشا مشاكل مع زوجتك. عمل المشاكل معناتها نحكي لك بارمي المشاكل هذوما مش حكايه كيستيون خيانه. الخيانه معناتها وصلتوا لكلمه طلاق؟ فما ما وصلنا طلقنا نحن. وصلتوا للطلاق يعني بسبب هذا؟ سبب تنجم تكون من الحكايه هذوما. اما بنت الناس ما عملت لي حد شيء معناتها. مرتي يوم صغاري يرحم والديها قايمه بالواجب مع صغاري كيف انا قايم. ممكن الانفصال خلينا هكا نكونوا مرتاحين خير. تعتذر منها اليوم؟ مش تعتذر مش حكايه اعتذار ميسا. مش حكايه راني خنتها. مش حكايه خنتها. ليه اذا غلطت في حق؟ خاطر العباد باش تفهم بالغلط. مي قلت لك سبب من المشاكل حكايه هذوما. فهمت؟ ابار فما حكايات ما نجمش نحكيهم لك، اما بارمي انت كي جبت على الفتيات كان موجودين منهم الحكايات هذوما. واي اسمع وراني في تونس ورا برشا مشاكل في حياتي الزوجيه. علاش ديما تحكي على غيرك؟ احكي على روحك. حتى انا في تونس ورا فما برشا رجال ما معناتها مريقلين ما نساهم، ما فماش مشاكل من النوع هذا. فما جوارات اللي ما عمرهم لا نشوفوهم في سهريه. ماناش قاعدين منضبطين. انت ما كنتش منضبط. انا؟ اي انا كنت نخرج نسهر مع جوارات. البعض اللي كيفك. مش اللي كيف يا اخي حرام يا اخي قاعدين نسرقوا. يا اخي علينا يا اخي اسمعني راهو اسمع انا نقعد بيت في جوارات يجي قدام التلفزه يقول لك راني ما كنتش سهر ما كنتش ولي رافيهم كل عيني. مش ما كنتش حتى تو حتى اليوم. يا ودي حقيقة من حقنا يا عباد ربي حتى ما يصيرش. نرجعوا لزوجتك السابقة تعتذر منها اليوم؟ كيفاه نعتذر؟ إذا تشوف روحك غلطت في حقها. اذا لا قل لي لا، ما غلطتش في حقها. احنا صاروا مشاكل، احنا انت كي جبت لي على الفيات قلت لك برميل الفيات هذوما واللي انا ما وصلتش خلت معناتها، فهمت؟ صغارك اليوم كيفاش علاقتك بهم؟ ممتازه على الاخر بالكدا، قايم بواجبك بالكدا الحمد لله. اما جيش قايم بالواجب راني ما نكونش بحذاك. راهي فما صارت شكايات الحمد لله لاباس عايشين يقراو. مؤسسة الزواج كيفاش تشوفها اليوم؟ كيفاه؟ يعني مؤسسة ناجحة والا وليد ضد الزواج؟ لا لا ناجحة الزواج، ما نشجعش العباد ما تعرسش. وانا توا معناتها مطلق، ماذا بيا نعاود حياتي مرة أخرى، مانيش ضد الزواج انا يعني. بالعكس لقيت المرأة المناسبة؟ ماذا بينا نعاودوا، ما نحبوش نتسرعوا، أما موجودين. تعيش في قصة حب؟ بولو مومون لا. أما موجودين، كان نحب ندخل في قصة حب نجم ندخل. 12 في أي وقت. مستعد. أي مستعد. ما شاء الله عليك ديما في حالة استعداد. باش نمشي مع بعضنا لفقرة الحكم. به في فقرة الحكم عندك الورقة الحمراء لوم والصفرة شكر. واضح؟ أول اسم عمار جمال، حمراء ولا صفرة؟ عمار جمال؟ ترفع له بطاقة حمراء. عمار جمال لما حالة ماذا بيا نهز له صفرة، ماذا بيا. لكن على اليسار توا نهز له الحمراء. حمراء لعمار جمال. توا الحمراء أنا ماذا بيا نهز له صفرة. خاطر أنا نعرف طبيعته عمار وكنت أصحاب. أما توا تعالي باش نعطيك توا نهز الحمراء، توا حمراء. علاش؟ خاطر علاش ميسا الناس الكل تعرف معناتها اللي صار، انا يظل لي ما غلطتش فيه. باهي خلينا مالا الناس اللي ما تعرفش نوريهم ليكستخي في برنامج الحوار سبور شنو قال، نتفرجوا. انت تجي تقعد في بلاتو وباش تبدا تحل ومزايدات باش انك تلوج على البارتاج وعلى الجماد وتبدا تحكي مفهوم راهو الكويزين انترن غالط كويزين انترن راهو تو الناس الكل تجي تحكي يقول لك كويزين انترن، يا ودي الكويزين انترن راهو عنده مفهوم وحده، صارت حاجه هكايا في الفيستير تقعد غادي مش الحكايه موجوده والدور والمشاكل الكل تعرفها وسائل الاعلام والجماهير الرياضيه، وانا نجي نقول والله يحقوا كويزين انترن والله ما حقوش خرج، ومن بعد انت شكونك باش تقيم؟ انت العبط اكثر من عثمان جنيح، الراجل عمره 80 عام وقت اللي ما فما حتى انسان جا هو شد الجمعيه. وليت باش تعطي في الدروس العثماني جنيح، لا توالي ما تسالش انت نقولوا برا سيدي انك تحب تطلع الاسم تجي كل مره تنقص على عمار، باش تطلع الاسم كل بقه تنقص على ظهر عمار الجمل، ايه هات حاجه اعطيني الكونتوني نتاعك انت، اعطيني خدمتك، اعطيني شنو بيجي، والله يحب على جيم وبارتاج والله وليطوال والجماهير ليطوال، يعني من سوسه واني ولد سوسه ونعيش غادي. ما نلوش لا نهار نلوج لا على جيم لا على بارتاج وما حاجتيش. هذايا عمار جمال مع عادل بوهلال، اعتبر لي طعن فيه انت شعبويه تحب تلم جامات وبارتاج على ظهره هو، قال اللي انت لعبت في ليتوال 3 سنين وعلى البنك، والكلام اللي كنت تسمع فيه الكل شنو تجاوبوا؟ ان شاء الله حتى لعبت عام مش 3 سنين، عام ريتني انا ديما نقعد ونتأصل. وانا كي عملت الحكايه هذيا باحترام في الماريو اللي لبسته نلعب عام 3 سنين حتى يعني انت تلوج في الجامات والبارتاج كيفاش انا سوى الجماعه. اسمع شنو اللغه هذيا جديده اللي في تونس يا اخي، وليت ما عادش عندنا شعر تسيدنا عليه نحن، اش معناه شنو اللي بارتاج والجماعات ريق شكون هذا، شنو الشيء هذا اللي راهو فيه يا اخي رجال رانا هذوما ريق الانستغرام والجامات يا اخي بيان سور رجال رانا شنو نلوج في الجامات والبارتاج. عندي انستغرام انا عندكش، انا مغروم بكوجينه ولا ساله ولا درا شنو فاش نوري انا في الجامات. هذيك حياته الشخصيه هو حر ماشي انا اللي نحكي لك، انا الجامات فيش انا حياتي الشخصيه، انا عبد محترم ما نوريهاش في الانستغرام والفيسبوك، على شنو نلوج عليه على الجامات اللي وري حياته الشخصيه في الانستغرام مش محترم معناها. ميسا خانتها ذريحه قالت سحروني، انا اعطيت رايي طلعش معناتها رايي تنجم تاخذه وتنجم ما تاخذوش، وانا اليوم الكاميراوات الكل بحذايا ما ننتيح لمستوى كلمه بقى هاي كاميرا، انا نجم نتكلم اللي نحب عليه انا قدام الكاميرا، اما تربيتي ما تسمح ليش. غلطتك الكلمه؟ بيان سور اخي انت في تلفزه محترمه شو المستوى بقى مباشر، ربما كان ما جاش مباشر. لا 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 ما فماش حكيت مش مباشر، احنا اليوم شنو الاكزامبل اللي تعطي فيه في كلمه بقى. انت اليوم انا حتى بالشعبويه سامحني خلينا نحكيو على الشعبويه. انت تمارس في الشعبويه؟ خلينا نحكيو. اسمع راهم في تونس يحبوا يخرجوك يطلعوا عليك العيب الكل. هذايا راي عمار جمال فيك. اي مش مشكل. احنا قلت لك نعيش ملاعبي ما نعيشش مشجع. انا نعيش ملاعبي. لعبت في جمعيه نحترمها. تقعد غادي في كنف الاحترام. حتى كي عطيت راي اللي الناس الكل تحترم سي عثمان، النجم راني النجم خاطئ. معناتها النجم عطيت راي غلط. انا حتى كي جبت السيد سي عثمان جنيح اللي نحترمه برشا وجبته هو. قلت ما كاروش قال وهذايا صحيح راهو حتى نعاود ريتها حتى نعاود ونقولها ما كاروش لعبت في جمعيه. لو فرضنا كي تحبوا تحكيوا على الكويزين انتير راهو كي تجبد راهو اسمع الكويزين انتير تحكي عليه تحب تجبد تحبوا تقولوا الحقيقه هذايا راك تمس من سمعه جمعيه ماهيش حقيقه راه. انت لعبت في الاطوال حتى الاطوال اليوم جمعيتك حتى لو في ظروفها ماهيش باهيه ما تنجمش تتجرى حتى الترجي يا خويا الترجي اليوم اقوى من النجم الرياضي الساحلي معكم كيما تحكيوا انا ما نتجرعش نخرج نقولها بحكم لبست مليون النجم الرياضي الساحلي هذايا صحيح مش فايده الكويزين انتر نعرفوه واحنا كملاعبيه هو يفهم واحنا نفهم اما اليوم انت الكلمه اللي قلتها راك تمس من جهه كامله وانت لعبت فيها يا عباد ربي راني مانيش نقلل من قيمه الترجي مبروك على الترجي اليوم في النهائي اما خلينا نفهموا يا اخي اللي يقول كلمه الحق ولا يعطي راوي يردوه شعبويه غلط في حقك عمار جمال انا يا ودي تعاوش نقول لك فاش غلط في حقي خاطر اليوم كي تحب هو سالك خاطر كاينه البلاتو محضر يا ميسه محضر البلاتو انا نعرف شنو معناها اليوم عاد بولال يعمل اجتماع بهم يقولوا له خاطر اسمع يقول لهم قولوا هكا وهكا في مروان انت كان ترجع للفيديو وتشوف مازال ما تكلمش وعباد تضحك وحتى كي تحكي في المباشر تنرجعوا لها الكلمه كي تحكي في المباشر كلمة بقى المقدم البرنامج هو يقول حتى في المباشر يقولوا اسحب كلمتك. هاو طريقة العمل. تلوم عادل بوهلال. نلومه خاطر هي صارت مرة في برنامج عادل بوهلال وانا ريت على عينيا قالوا ما تجيش تقول الكلام هذاك واسحب كلمتك. شباب في مروان تاج مشات فهمت؟ نورمالمون كي تحكي المباشر يقولوا اسحب كلمتك خاطر كلمة بقى ما تجيش يقولها. خاطر عباد تتفرج ولازم هو يكون مثال للعباد. تعطي ليكزومبل كلمه بقى احنا ما نتيحوش لمستوى كلمه بقى اما بار كونتر كما قلت لك نورمالمون حتى كي جابوا عادل بوهلال عمار اليوم يعتذر منك مطالب انه يعتذر منك شوف انا لا نعتذر منه ولا هو يعتذر مني ما حاجتيش بالاعتذار نتاعو هو وانا ما حاجتيش باش انا باش نعتذر له خاطر حكايه ما فيهاش انا عطيت رايي هو تخلى فيا بلغه اخرى شنو تقولوا اليوم شكون عمار اخدم كمل اخدم على روحك اخدم على روحك ما نحس حتى حد أنا. وكلمتي نقعد ديما نقولها يقنعك كرونيكور شكون؟ كمحلل فن انا ما يقنعنيش ما يقنعكش خاطر قال فيك الكلام هذا لا حتى من قبل حتى من قبل ما يقنعنيش يقنعك كام لاعبي فقط شنو اللي قاعد يوصل فيه العباد وحتى النجم راهو حتى جاري يقول الحقيقه يوصف الاشياء كما هي لا ما فماش حقيقه يا شختي انا نعرف انا كان نوصل عنده حسابات انا كان نوصل نتكلم ريت الاحترام علاش قلت لك ولد العائله انا كان نوصل نتكلم كلمة برك ما عادش ترى حتى حد في التلفزة حتى حد عايش اختي وماذا بينا نفوتوا الموضوع هذا حتى حد لا انا الموضوع هذا يلزمني نتوسع فيه والله حتى حد العاد يظهر حتى حد في التلفزة معناها في باليش تقول لي عمار جمال قلت لي حتى حد لا برشا كان نقعدوا معناها احنا نحكيو على عمار ما تحكيش على اطراف هاني قلت لك انا دخلت الدومين هذا وريت برشا حاجات على عيني فما حاجات تسيء لعمار جمال اللي تخليها يبطل تنزل وكان تحكي فيه. انا ما ناكلش خبزه العباد وقلتها لك ما دام تاعك ياكل في خبزه اخدم على روحك اما لا تجبدني لا نجبدك دونك تنبيه اليوم لعمار جمال تقول له ما عادش تجبدني لا يجبدوا انا لا نحب نقعد لا نصيف في اوتيل نعيش بلاش ولا نمشي كما نقولوا ناخذ شيكاتي من بلايص اخرين وماهيش رميه المعنى الفلان اما راني ما نحبش ندخل في تفاصيل اخرى خلينا محترمين سامحني اليوم في انت تو ترمي في كلام هكاك مش مفهوم الناس تتفرج فينا اش معناها اوتيل بلاش ونسافر اش معناها لا كلامك موجه لعمار جمال لا انا ريت برشا حاجات على عينيا واللي انا وكان عنده واحد شاك بربي يسبهولي خاطر انا لا ناخذ لا حد شيء لا فلوس ولا حتى حد يدبر عليا شنو نحكي وباش نقعد نعيش هكاك وكلمتي نقولها وما نخاف من حتى حد كان ربي معناها فما شكون ياخذ في املاءات امورهم انا الدومين هذاك راني قاعد نمشي انا هذا ريتني في تلفزه ولا في راديو مانيش نشكر روحي راه، والناس الكل تعرفني، اللي قراب ليا تعرفني راه، وما عنديش كره حتى جمعيه باش نوصل المعلومه. ثاني صوره العربي جابر، حمراء ولا صفر؟ العربي والله استغربت والله، حمراء ولا صفر؟ عربي عربي نورمالمون اللي نعرفوا الشخصيه، كان جاتني الخضره نجم نعطيه خضره، اما باش نعطيه توا الحمراء. حمراء ديريكت، ماذا بيا كان تزيدني كحله. كحله؟ اي والله والله، خاطر قعدت شوكي ياسر. صحاب؟ علاش قلت لك شيء من نجم صحاب شويه، عربي صحاب بالكدا انا وياه. كيف في نفس البرنامج قال كي تحب تولي محلل ما تدخلش في عاركه مع الترجي، كي تحب تعمل اسم ما تعملوش على ظهر الترجي، اي واحد يحب يعمل بوز يجبد الترجي، هذا اللي قالوا عربي جابر. تحب تعمل بوز بالترجي معناها انت؟ وشكون اللي هنا يحب يعمل بوز هو تو؟ انت. شكون هو يحب يعمل بوز؟ هو قال انت تحب تعمل بوز. تكلموا اللي بحذاه تكلموا، هما شبي يتكلم كان هو. وعربي صاحبي راه، والعربي اليوم انا هذا صاحبي، وما هزيتش التليفون وكلمته، واللي نعرفه على عربي نعرف بالكدا عربي راهو، اما اللي عملها في نهارتها وراها حاجه، انا نعرف وراها حاجه مش بالسهل هكاك اختي الغاليه. اش معناها؟ انا نعرف عربي، قلت لك صحاب انا وعربي. ايش معناها وراها حاجه؟ وراها حاجه، فسر لي. هاكم ما تحبوا الشعبويه ولا؟ ما نحبش انا الشعبويه. اش بيه ما تكلم حتى حد في الكرونيكور كان هو، تولي فوضى شو يحكيوا الكل؟ فوضى قالوا لهم تعطيكم ما نتكلم حتى عليه الدخل، موضوعي انا وميسر، حتى كي باش تسالني ميسر هذاك رايو يتفاهموا ما بيناتهم بعضهم، طونكي تغزر لي صح. هو محلل غالي يلزم يعطي. لا نجم نتجنبوا الموضوع، ما ندخلش روحي. ما ندخلش في الموضوع، خلينا ما تشوفش انه كان معناتها بروفيسيونيل وقال كلمه الحق اللي هو شايفها كلمه الحق واعطى رايو بكل صراحه. لا ميسر انا حتى كان جيت حاضر في بلاصه عربي يسالني ما نجاوبش، مستاء من عربي لا اي على الاخر، خاطر عربي ولد عائله ومتربي ونعرفه مليحه وعلاقتي بيه طيبه. النهار هذاك ما فهمتوش لتوا ولا انا ما هزيتش التليفون وكلمته. واضح. الاسم اللي بعده لسعد الدريدي، صفرة ولا حمراء؟ خضرة. كان عندك يا ربي كان عندك خضرة لسعد الدريدي. لا ما فماش خضرة. اعطيني هكا لوم ولا شكر؟ شكر. لسعد الدريدي شكر برشا. تعتبروا يعني من احسن المدربين ربما؟ لسعد الدريدي بالحق معناتها نقدم له تحيه، من احسن وارجل المدربين اللي ترينيت عندهم في تونس. واللي كان هو وقفته معايا اللي باش نمشي وقت النجم الرياضي الساحلي. بالحق معناتها، ولسعد انا دربت عند برشا مدربين. لسعد كان يزيد ياخذ شونس اكثر في جمعيه كبيره، نقول لك يفوز بالالقاب لسعد الدريدي. واضح. الاسم اللي بعده يوسف المساكني، حمراء ولا صفر؟ يوسف والله زاد كيف كيف، كان نلقى خضره يمد له خضره. لا اعطيني هكا. نعطيك صفر. صفر على الاخر ونحبه برشا. عندك تصريح اثار جدل كبير برشا في جنوبيه سبور مع مالك بن حمودة، قلت المساكني ماهوش فلته، والفلته يجيبوا كؤوس، اما الفلتات نتاعنا ما جابوش حتى كيس جو دورانج. مازلت متشبث بالتصريح هذايا، عجبتك البوليميك اللي صارت بعد التصريح هذا؟ لا والله ما خذيتهاش باش تاخذ اهميه كبيره كما ذيك. كيف كيف كيما عطيت رايي. اي اما استمتعت بعد بالبوليميك. اجا نكلمك، يوسف نحبه ياسر وهو يعرف، واحنا بريسك ولاد حومه ومتربي صغير في داره. جاب ربي. راني مانيش نركب في الجميل، مش هذايا يا ميسا حتى هو لو خرج وقال راني انا ما نجمش نكون ملاعبي، هذاك رايه الشخصي. اما يوسف نحترمه. أنا عطيت رأيي يا عباد ربي، يا تحبوا نفهموا يا ما نفهموش، قلت لك علاقتي الطيبة به ونحبوا برشا يوسف، ومن أحسن اللاعبين اللي خرجتهم تونس. راهو كي نحبوا، علاش قلت لك أنا صريح وماذا بيا، راني كان نوصل باش نقلق برشا عباد قلت لهم راني ما عادش باش نجي للتلفزة نجملة. كان نوصل نجرح، خاطر اللي فما. كلامك جارح. عايش وقتي كان تحبوني كلامي ما عادش جارح، تنولي نشكر ونمهد وتبارك الله والأجواء طيبة وكل شيء، كنا نكونوا واقعيين، يا ما نحبش ندخل الدومين هذا. يوسف ما قلتش يوسف من احسن ما جابت الكره التونسيه. نحبوا هكا راهو نحكيو على فلته. ما نجمش يجيب جود حتى كاس جودو. ما نجموش اليوم اللي جا كلمك ماهو الكره، ماهو الكره ارقام عايش اختي. الكره احنا كملاعبيه ونفهم، واللي باش يسمعني يفهم. اخي نحن اليوم في العالم نحكيو في العالم، نحن اليوم يا اخي سامحني زاد يا اخي تحبوا نحكيو، نحن ماهو نحكيو على اللونيفو وكل شيء. يا اخي انا عندي عبد النور ايمن عبد النور من احسن ما جابت الكره التونسيه. اكزومبل خدام النجم يكون فلت هذاك، خاطر اللي عداه كاريرو في الاوروب ما عادش باش يتعاود الجوار التونسي، راه مش باش يعملوا حتى جوار تونسي. نحن الكره ارقام، انت شوف الاكزومبل اللي عملوه، مش قالوا ميسي ومارادونا قارنوا بميسي ومارادونا. قالوا له راهو ميسي فلتة، قالوا له ليه مارادونا الفلتة ما عادش يتخلق، معناتها ما عادش باش يتخلق جمهور كيفه. قالوا له عليه ميسي مش فلتة. قالوا له ما هزش كوب دو موند. هاو هز كوب دو موند ولا فلتة؟ معناتها الكرة أرقام، هز لهم كوب دو موند مش ولا فلتة. هذه نحكيو كرة أرقام عشان البعض تصريحك أنت، البعض يقول لك غيرات حامل منك لأنه لاعب نجم، ربما أنت كنت تتمنى تعمل كارير يوسف المساكني. هاني قلت لك إيش أكلمك يوسف شنو تجاوب على هذا؟ هابش نجاوب دقيقة برك. أنا ما نجمش نغير من الملاعبي، كل واحد شاطئ أحلى كملاعبية، ما فماش راهي الغيرة راهي. كيفاش؟ كل واحد شاطئ ربي. انا الحمد لله يا اخي منها ما كورتش كل واحد فما عباد ايش نكلمك في الجوارات راهي الشانس. ما تقارنش كاريرك كارير يوسف. الكره زهر اختي الغاليه، الكره زهر، تعرفش معناتها الكره زهر شانس وخدمه. ابار ايش نكلمك نجم انا اليوم نخدم خاطر صارت في كارير برشا ملاعبيه جاوا تفرجوا في فلان خذاو فلان. معناها يوسف المساكني يفوتك بالزهر. ما هوش هذا كنت النجم حتى انا نعمل كارير. هو جاني اوفر، انا جاتني اوفر لفرنسا ما عملتش، ما مشيتش خاطر بحكم مربوط بعقد. هو عمل ما هذيك الكوره مش ربي يزيد مش عمل له هو يوسف مثلا باريكس. هاو نحكيو تو نحن لعب في لونيفو يوسف خير الفلوس. علاش كيما قلت لكم اليوم كي تحكي على رياض محرز وصلاح راهم يلعبوا في لونيفو، راهو في مانشستر سيتي وليفربول، مش باش نقلل قيمه من لعب يوسف. كان تبع مشى لوروب ممكن يكون كيفهم هما، اما يوسف ما لعبش في لونيفو. راه نعطيك اكزومبل باش تعرف الكوره معناتها في قطر شنو هو النيفو نتاعهم في قطر. يا اخي بغداد بونجيح كان يماركي في العام في 12 بونتو في العام، مشى لقطر ولا يماركي بال40. شنو هو النيفو نتاع قطر؟ معناتها نحكي لك انا اليوم كتبع تقول لي مشى ربما في النقطه هذه هو اختار الفلوس. الفلوس ملخص الحكي، اختار الفلوس دونك. لكن هو نجم المنتخب، ما نجموش نحكيو على بروجي سبورتيف. نجم المنتخب باللي عندنا ملاعب يوسف كورجي برشا يوسف. انا نحكي ارقام وشنو المسيره اللي عملها في كاريره. اليوم راهو مش كيما تلعب في فرنسا وانجلتير كيما تلعب في قطر اختي. راه واضح. باهي نمشيو للاسم اللي بعده، عيسام تيج. صفرة ولا حمراء؟ لا عاد لا عاد. اقرب شخص ليك عيسام؟ اي بيان سور خويا. معناه خوك وصديقك. اي وتونس كامله اللي تهزوا مش الصفرة تهزوا الخضرة. تونس كامله. عصام عطاه معناتها ليكيب ناسيونال في تونس، شرف الرايه التونسيه ونستحق نزول. قلت لك الخضرة. في مسيرتك كنت تستشيره قبل ما تاخذ قرارات؟ والله استشيرته كيف اللوفر كان نتاع ليبيا قبل. قال لك امشي؟ قال لي كفلوس باهيه معناتها كبروجي سبورتيف. علاش قلت ريتك كي رجعت لك عصام خويا قال لي كبروجي سبورتيف ماهوش باهيه كفلوس باهيه. وانت اخترت؟ علاش عطيتك الشوا انا كيف اخترت البروجي سبورتيف. مي كي تبعتك هيك علاش قلت لك الكره زهر انا غالب في الوقت هذاك جاني اوفر وتو ما جانيش اوفر. باهي الصوره اللي بعدها، فتحي المولد. حمراء ولا صفر؟ شكون هو الساعه؟ شكون فتحي المولد يعني؟ متر شنو؟ ما تعرفوش؟ ثبت في التصوير ترى؟ اي شنو جوار؟ موجود يعني كمحلل حاضر في قنوات كبيره كيما البي سبور في القنوات والراديوات التونسيه. هو ماتر على باس واحنا نحكيو على الكوره اختي. شفت تصريحه؟ انتي نحنا نحكيو على الكوره. شكون شفت تصريحه في سبور بلوس في IFM؟ قال لك ماكش الناطق الرسمي باسم النجم الرياضي الساحلي وراك في بلاتو مش في قهوه، وقالك شكونك انت باش تعطي درس لعثمان جنيح. اي تنجم تفسر لي شكون السيد هذا؟ يا زياد مروان شنو ما تعرفش فتحي المولد ديما شكون تعرف؟ والله لا نعرف وما نعرفوش. ليه نعرفوا اما ما نعرفوش جوار لعب كوره؟ ما لعبش كوره. مالك كيف تحكينا عليه اختي الغالي؟ لكن رايه مسموع وموجود ويعطي في رايه، محلل رايه مسموع فيش يحضر حتى في قنوات كبيره كما ذكرت لك في البي سبور يا في قنوات التونسيه. جاوبني تصريح وجاوب عليه. قال لك شكونك انت باش تعطي درس لعثمان؟ انا غابش نقول لك شكون. انا حتى كان تصريحي مش باهي وما نفهمش في الكوره حتى الكوره. واليوم من شنو باش معناتها يا خويا انا ما نفهمش في الكوره. لبست صبات كوره راي ما يعجبكش. احنا ولاد دومين حتى كي نتكلموا ونغلطوا تنجم ما تسمعنيش. دخيل ما عندوش الحق فتحي المولدي يحكي عليك. كل واحد لاهي في دومينه. تقول له تلهي بدومين. كل واحد في دومينه. هاك اي وباحترامي ليه. ريت علاش قلت لك احنا نحكيو في دومين في بعض ويكتب اعلامي معناها موجود في الساحه الاعلاميه. لا 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 كل واحد ليه في دومين. كان جاوبتني على جوار انا نعطيك راي خلي اللي هو كما يحكي كما يحب هو. قالك ما تفرقش بين البلاتو والقهوه. انا لبست تحكي معناها. انا ما يصيرش انا ما يعجبكش كلامي صريح. اما لبست شورت ومريول وكوره وصبات كوره. دونك انت احق منه. كل واحد ما نجيش ندخلك في الاعلام نتاعك وانا ما نفهمش فيه. مش نعطيك راي ما نعطيكش راي. الاسم اللي بعده فوزي البنزرتي صفرة ولا حمراء؟ صفرة. صفرة. كنت شكرته انت في اول انترفيو. تعتبروا معناتها انه علاقتك كانت طيبه بيه وانه عطاك فرصتك كما يلزم. ريتنا احنا هذا اللي فوالا ريتنا احنا في الكوره احنا كان ملاعبيه ونفهم ونعرفوا خاطر الشعب التونسي وذيلي احنا في الكوره نحبوا الراجل. تونس كامله تمن بيه اللي فوزي بنزرتي من ارجل ما فما. علاش؟ خاطر ماهوش وذيني يعمل اللي كيفه ولا بروفها وكان ينجح. تحية ليه. تحية ليه. آخر اسم عادل بوهلال حمراء ولا صفرة؟ عادل بوهلال الحقيقة باش نعمل له هلا أعطيت جوك. زوز زوز أعطيه زوز. علاش؟ علاش؟ شنو نسامحك كان ديما عندك هاكا أعطيتك كل واحد أعطيتك هاكا هزيت الزوز. عادل خاطر وقتها استحقني باش نمشي بحذاه للتلفزة بحذاه مشيت وقمت بالواجب ورحب بيا وفرحت له معناتها كانت علاقتي بيه باهيه. كي نسمع كلمه توجعني واللي كنت هو يعرف ويسمع فيا هذيك هي اللي غذتني منه. كلمه اللي قالها اونتر بارونتيز وسامحوني في الكلمه كلمه بقى نورمالمون يقول له اسحب كلمتك معناتها اليوم حسيتك كانك معاه واللي نورمالمون كمقدم يجي مع الزوز ينجم ياخذ اراء ذاك وينجم يقول له هو اراء نتاعو. هذا اللي حبيتها تكون من عادل معناتها اللي نقدروا برشا. تمنيت يكون كان قال الكلمه ذيك ممكن يزيد يكبر اكثر في عيني. فقط هذا هو اللون. اما علاقتك طيبه يسعدك تحضر في برنامجه؟ تو ما عادش نمشي. ما عادش تمشي. علاش؟ ما نمشيش خاطر هو منشط مقدم برنامج ولا خاطر فما محلين ما تحبش تكون لا 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 هو مقدم برنامج ما نمشيش. ما نمشيش. موقف كبير بالكدا واضح. اللي يغلط في حقي مره كهو صحيح ما عادش واضح. كملنا من فقره الحكم. خلينا نحكيو كان معاك الحوار ونحكيو على تجربتك الحاليه مع صاحبي بكار كل سهريت سنين في ملعب النجوم. كيفاش تقيمها التجربه الى حد الان؟ سورتو اللي انت كانت عندك تجربه سابقه في الجنوبيه وشفناك يعني كضيف في برامج اخرى. والله شوف انا صاحبي بكار معناتها بالمناسبه هذايا نقدم له تحيه نحبه برشا. الحقيقه كما قلت لك ميسا اليوم انا صحيح لعبت في الكوره وكما معناتها يعرفوا العباد اللي كونوا كلمتي نقولها مع صاحبي بكار الحقيقه برنامج محترم برشا اللي عكس العباد اللي تقالوا فيه. صاحبي اللي ريت لافونتاج ريتهم انا درتهم البلاتوات الكل معناتها مش معناتها بعض البلاتوات فما حاجات اللي ما يعجبوش مي العباد اللي شاكه في صاحبي بكار واللي كنت خايف منه البرنامج هذايا بالحق ما ريتش حتى حسابات ما عندوش معناتها كيما نقولوا باش يجي مع الفريق هذاك مع الفريق هذاك الناس الكل تحكي على راحتها ما يفرضش عليك شنو اللي تقول. بالمناسبه هذه كيما قلت لك صاحبي خويا ونحبه برشا. ان شاء الله يكمل يواصل في التالق هذا وانا معناتها اي معناتها استدعاء باش يكون مع صاحبي ديما نجي وعيني مغمضه ان شاء الله ربي يبقى عليه الستر. وكا تعتبر انه وجودك في البرنامج اضافه للبرنامج ولا البرنامج قاعد يضيف لك؟ شوف انا في بدايتي ما نجمش نكون في اضافه بالعكس انا قاعد البرنامج صاحبي قاعد يزيد بدايتك كمحلل فني. محلل فني علاش قلت لك انا ممكن في اول تجربه ما يصيرش نجم انا ما ننعكش مي بار كونتر صاحبي بارك الله فيه اللي عطاني شونس وان شاء الله معناتها كنت. والمحلل الفني حسب رايك مطالب بالحياد ولا انه يميل لجمعيه معينه ويكون بوق دعايه لجمعيه معينه وديما يدافع على جمعيه معينه سواء هما على حق والا على باطل؟ ميسا كان جات عندي كراهيه بفريق انا وانا اللي نضمن لك راك ما تلقانيش متواجد مع صاحبي بكر باش ما نعملوش المشاكل وحتى كي نحكي راني ما عنديش معناتها نيه خايبه الفريق يعني مطالب بالحياد بيان سور. وحتى كي نحكي راني حتى العباد اللي باش تفهم راني والله معناتها بون كلمه تتقال معناها قدام الناس راني ما عندي حتى كراهيه بحتى فريق راني سواء كي نجبد التراجي راني نحكي اللي فما كان تحبوا على الشعب هويا راه غدوه العباد تولي تحبني. اما انا اللي خليني هكا ما يسالش اما كلمه الحق ديما نقولها. باش نقعد ديما راجل. تجربه التدريب تستهويك؟ ان شاء الله، علاش ليه؟ ان شاء الله. علاش قلت لك نحن اصحاب الدومين هذا ما عندنا حتى خيار اخر ميس. باش نخدموا طبيب ولا باش نمشي محامي؟ لا قلت لي ان شاء الله. ان شاء الله باش ناخذ الدبلوم نتاعنا ان شاء الله، علاش ليه؟ واللي فيه الخير ربي يسهل فيه. واضح، شكرا ليك، يعطيك الصحة مروان، نورتنا بحضورك معنا الليلة، نخليك كلمة الختام. ميرسي بوكو، الحقيقة نعرفوا البرنامج نتاعك، ان شاء الله تواصل في التألق هذا، وكنت فرحان باش نجيب حذاك وعايش وماخو راحتي وبارك الله فيك. ماخو راحتك، نرجع للسؤال الأول. لا كنت متفوت شوية خاطر قالوا لي عندك أخبار قوية برشا. برافو اللي قاعده تقدم فيه وكاو، يعطيك الصحه. شكرا ليك مروان، يعطيك الصحه. تو نمشيو لفقره هاو صحيح مع زميلتنا مروه دريد. مروه دريد يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا مرحبا بك. دونك معروفه ديما تحكي في مواضيع اللي تثير الجدل، دونك باش نحكيو على كتاب جوستومون اثار الجدل في معرض الكتاب، ورغم اني تعديت شويه المده ما لليوم مازالوا الناس يحكيو عليه. دونك باش نحكي على كتاب بعنوان سين وجيم جنسانيه. الكتاب هذا اللي تم توزيعه في معرض الكتاب بالمجان، وهو عباره على سؤال وجواب بين الام وصغيرها حول التربيه الجنسيه. نقولوا كتيب ولا ديفلاي تم توزيعهم. اي صحيح بالضبط. والكتاب هذا كما قلت لك حول التربيه الجنسيه. الكتاب هذا عمل ضجه كبيره وحاله استنفار في كل منابر وسائل الاعلام التونسيه، بالاخص على اسئله معينه واجابات معينه. وشنو اللي صار؟ هذا اللي باش نشوفوه مع بعضنا مع اول اكستري. هذه الافكار الشاذه المريضه، ولا تقول لي امم متحده لحقوق الانسان امورك تحب تاخذ دعم هذاك من فرنسا برا، اعمل اللي تحب. يسرسبوها بال في الكتب، في العروض في الكتب بشوي بشوي، من بعد تولي في الديسانيمي، مع العلم نتفليكس وغيره باش تنتج ديسانيمي لازمك تحط مشاهد هكا تستسخر بيستر صغيراتنا وربي بعد علينا البلاي هذايا، فهمتني ولا؟ فضيحه انه مدير المعرض او مدير المعرض والهيئه اللي هي بالمعرض كيفاش قالت شيء ذا يتعدى ويتنشر قدامها وهي ما خدتش احتياطاتها. يعني هذا باش تفهم انت انه سامحني اذا انت مدير ملاهي بمعرض كتاب وفما حاجه قاعده تتوزع بلاش، يا اخي انت ما تراهيش ما تقراهاش ما تشوفهاش، هذه فضيحه فضيحه. والدوله ووزاره الثقافه لازم تتدخل. نحن في الاخر خويا رانا بلد مسلم. عندي نص ساعه كي قريت الكتاب طبعا فشلت اصلا، ما عادش نجم نقرا كونديك مريقي ساح. فوالا دونك قاعدين كما كنا نشوفوا هذايا مع نوفل البرتاني في الديوان بالضبط، وهي ديجا البوليميك بدات من غاديكا. دونك لهنا دخلت الممثله ياسمين ديميسي على الخط ونشوفوا شنيا هبطت ياسمين. ياسمين ديميسي كانت هبطت ستوري بخصوص كلامنا البارح في البرنامج ورفضنا الكتيب هذا، وقالت عار على ديوان اف ام وكتبت كون لي انسولت لي ريتروغراد لي ignorants occupent les médias ce livre offre des éléments de réponse aux parents et c'est une excellente initiative. باش ما تقولش لصغيرك ما نعرفش مش نتاع عمرك، ولا لا قدر الله يطلع كيما هالجماعه. il aurait au moins pu lire l'info l'intro avant de balancer ses conneries au micro. ايوا ياسمين ديميسي هجمت البرنامج كما كنا نشوفوا. دونك الفريق ما سكتش، كيف كيف رد على الممثله ياسمين ونشوفوا الرد. من النوع اللي يختلف معاه تقول جهال وما يقراوش، لا ياسمين والله نقراو اكثر منك برشا كتب. ان شاء الله الواحد ولده ولا بنته ولا ما يطلعش كيفها ان شاء الله، ولا قدر الله الواحد راسه يقعد يعاني فيه ولده، فهمني ولا؟ لا كيفاش مدخلها هي نحيا؟ لا خاطر لا قالت الله لا يقدر يطلع كيفه. الله لا يقدر واحد صغير ويطلع كيفه هي، يقعد يعاني فيه ولده نهار اخر. خويا الله لا يقدر ان شاء الله صغيراتنا يقعدوا ملتزمين بالحاجات اللي تربوا عليهم واللي كبروا عليهم من جدودهم من بيتهم للقدام، فهمني ولا؟ وما يكونوش يعني من في حاجات شاذه منافيه للاخلاق ومنافيه للدين ومنافيه للطبيعه. النوعية هذه متاع الناس اللي يحبوا يقنعوك بحاجة لا في ذاتك ولا في تاريخك ولا في تربيتك ولا في حضارتك، الدخلة اللي يدخلوها لك. الجهال هذوما اللي ما يقراوش، هالمتخلفين هذوما يدخل لك بك الطريقة متاع المتخلف الغير الواعي. التخلف موجود عندكم انتوما وتحبوا تقنعونا به. هما النخب واللي كوم كوا يقراوا ويتهموا في الكتب ليه 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 عاملين فيها نخب تدعي ان النخب ويقراوا برشا وعشقه وتنهيد هكا ومعناه بين السحاب وندرى شو وكذا، وانه هو فمن الممكن ان يكون بحيث دونك الشفي لا 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 قرينا وقرينا مسرح ومتفتحين ونعلموا في صغيراتنا في الموزيكا وفي المسرح ونعلموا فيهم ونزوهم للسينما يقراوا كل شيء، نعلموا فيهم الحاجات اللي تربينا عليهم احنا، اللي ربيونا عليهم بياتنا وامهاتنا نحن. ما شاء الله بردوا لي على قلبي. اكثر من هكا انا ما نجمش نقول حتى شيء. حبيت نقول برشا كلام اما سي بون. الاجابات هذوما يكفيوا ويوافيوا. لكن آراء معناها هي قالت رايها، هي حرة هي تقول راي اللي يعجبها، لكن ما عندهاش الحق باش تقول للعبد يخالفها في الراي جاهل ومتخلف ورجعي. عيب هكا ربما النوعية هذه بالكلام هي اللي مش معقولة. باش نشوفوا عندي اكستخي آخر وتنقول لك علاش حطيت الاكستخي هذا بالذات. المجتمع بقدر ما أننا متمسكين بأصالتنا وبهويتنا وبجذورنا نحن ايضا منفتحين على القيم الانسانيه. لا لا ماناش منفتحين، لا لحظه لحظه ماناش منفتحين سيدي الكريم، تحب تنفتح انفتح على روحك، احنا ماناش منفتحين، 90% من التوانسه ما يعجبهمش الكلام هذايا، مش اليوم خاطر احنا اليوم في منصب باش نحكيو باسم التوانسه وتقول لي منفتحين، نعمل معاك سونداج على 12 مليون تونسي اليوم هذا الكلام يقززهم، نزيدك زياده سيدي الكريم، نحكيو على البولي امور معناها، نجم نكون عندي اكثر من صاحب ولا صاحبه في اطار توجه او ثقافه وذاك يسميوه البولي امور، هذا الوليد ولا البنيه تسال في بوها ولا في امها ولا في المعلم، هل هذا اليوم يتفرق في فلايرز وتقول لي مشينا حكينا معاهم بكل لطف، لازم فتح بحث في هذا شكون تبعه وشكون كتبوا بالدارجه وشكون كان على علم بالموضوع هذايا وتمرد وخذال ديسيزيون باش يعدي، لانه الناس اللي كاتبه بالدارجه هذه شكون كان توانسه معناها هي فضيحه بامتياز، وكلام المسؤول هو المقلق لانه يحكي بصيغه اي ولكن بروتوكول وي لا وي ولا مي ولا تمثلنا لا انت ولا الكتيب اللي تفرق. رفيق بوشنيق اي دونك الاجابه نتاع الاسئله اللي طرحها رفيق بوشنيق باش تكون في الاكستري هذا. جاوبوا على اسئله اللي هما لقيناهم الدارجين اكثر يعني في المجتمع نتاعنا ويسالوهم الصغار اكثر شيء. عملوهم خبراء تونسيين كل واحد حسب اختصاصه الاجتماعي النفسي العلمي الديني الحقوقي، دونك هذوما الاسئله مسوغين طبعا والاجابات زاده باللغه الدارجه سهله معناها الاستعمال بالنسبه للاولياء كيف معناها علميه تفسر لصغيرك بطريقه محلاها. مهم جدا انه الكتب هذه قاعدين نحاولوا معناها نوزعوها، هذه عملناها مع الجمعيه التونسيه للصحه تلقاو في المكتبات مدام، هذه موجود توا على مواقع الانترنت نتاع صندوق الامم المتحده للسكان وكذلك في الموقع الالكتروني نتاع الجمعيه التونسيه للصحه الانجابيه. احنا كنا وزعناه في معرض الكتاب في تونس الدوره 2023. وزعتوه مش بعتوه؟ لا لا مجاني مجاني اي، عندنا خطه نتاع توزيعه دونك توا حتى على المكاتب مدام، حتى المعلم لازم يكون عنده الخلفيه هذه. الاطباء احنا باش يستعملوه دونك باش تكون عندنا استراتيجيه لتوزيعه، فين يتلموا الاولياء في المكاتب في الاسواق في حتى في الكابيني نتاع الطب، دونك باش يكون موجود مجاني وحتى على معناها السيت نتاعنا او الموقع نتاعنا باش تكون عندنا خطه نتاع توزيع نتاع الكتيبات هذو. ايوه هذا قديم قديم هذا من 1 فبراير يعني قبل البوليميك اللي صارت وقبل افتتاح المعرض وقبل الدنيا الكل. ودونك ميسا في الاخر نحب نقول اللي انا شخصيا راي شخصي بالطبيعه انا مع التربيه الجنسيه الصحيحه والسليمه اللي بها هي باش نحميو صغارنا من التحرش والاغتصاب، لكن في المقابل انا وقت اللي تجي تمرر لي فكره ملغمه وانا ما نقبلهاش تجي تقول عليا رجعيه ومتخلفه وجاهله لهنا يعني سامحني فهمت، ان شاء الله ربي يزيدني جهل على جهل. اذا انا ما نقبلش باش انه خويا ولا ولدي يجي نهار اخر يقف قدامي راجل بطوله بطنطوله ويقول لي نحب نعرس براجل، كان انا على خاطر انا الشيء هذا ما نقبلوش مع كل احترامي تشراه للاخر، وانا راني ضد فكره، ومش فكره هي، انا ضد اضطهاد اي شخص مختلف عليا، لكن انا زاده في نفس الوقت نحترمك تحترمني، انا نحترم افكارك، نحترم اختلافك، وانت معليك كان زاده واوبليجي عليك، يعني مفروضه عليك، هذا ماهيش مزيره، وتحترم ارائي ومواقفي، وتحترم انه فما حاجات انا ما نجمش نقبلهم، ما نجمش نقبل. انا ميسه اليوم بنتي تجي تقول لي باش نعرس بامراه، ما نقبلهاش، ما نجمش نقبل لا اليوم لا العام الجاي لا بعد 50 سنة، تجي انت تقول عليا انا جاهله ورجعيه ومتخلفه وبيا وعليا، لا. دونك هذيا الفكره. شكرا ليك مروه، يعطيك الصحه. موضوع ما كنتش نتصور انه يتطرح اصلا في تونس حقيقه، ولا نطرحوا في مواضيع ما تهمناش ياسر، معناها مش مطروحه، ماهيش قضيتنا، مش مطروحه برشا، لكن اكيد نركزوا عليها تو بما اني اثارت ضجه واصبحت حديث الوسائل الاعلاميه والسوشيال ميديا بصفه عامه. شكرا ليك كانت هذه. أصغر مصمم أزياء في تونس غايث الفقيه. أهلا وسهلا. مرحبا بك ميساء، شحوالك؟ مرحبا، نورتنا. ربي يخليك، شكرا على الاستضافة الحلوة هذه. دونك نحكيو على لون باي غايث الفقيه، تبيع وتكري الزوج دونك لبسات خاصة بالرجال. اللي يجي للشروب شنو يلقى؟ يلقى توسكي حاجات عربي، صناعات تقليدية، توسكي صباغي نتاع عرس، خطبة، ملاك، فيونساي. نخدموا على دو كاليتي اللي هما عربي وسوري. علاش اخترت رجال كهو ومش رجال ونساء؟ أنا في العادة نخدم نساء ورجال، لكن حبيت البريود هذه نحدد ونحط ساقي في الميدان بالكبير، كوني ناخذ على عاتقي خدمة الرجال كهو، خاطر نشيخ عليه ونعمل عليه بون كيف. وديما فما كوليكسيون جديدة؟ أكيد، شك 3 موا تلقاني مهبط جديد. ما شاء الله. دونك قاري مرحلة ثالثة فلسفة. إيه. هي حاجة بعيدة على دومينك، هوني يخليني نسألك على شكون تعلمت الصنعة؟ أكيد تعلمت على أمي اللي هي خبيرة تجميل ومصممة أزياء أيضا، مدام سونيا الفقيه، اللي هي أيضا تعلمت بالتالي على أمها، وهذاك خلاني ناخذ المشعل على العيلة. تخي بيان. اكيد. بيان. دونك باش نتفرجوا نحن تو في الديفيلي وناخذوا فكره اكثر. قبل هذا قول لنا لادغيس، الناس اللي تحب تجي تاخذ اي حاجه من عندك وين يجيوك؟ بالنسبه للناس اللي يحبوا يجيو بحذانا ويزورونا، يلقاونا 6 باب بنات، لوم باي غايث الفقيه، باج فيسبوك وباج انستغرام. تخي بيان، شكرا ليك، نورتنا. عايشك، فضلك. شكرا ليك، نتفرجوا مع بعضنا في الديفيلي.